من بيروت الآن ينضم إلينا على الهواء مباشرة مراسلنا مصطفى عبد الفتاح. مصطفى، ما الذي تقوله مؤشرات الإجلاء، وما الذي تقوله أيضا تلك اللحظات التي يتصور معها اللبنانيون أن رد حزب الله آت في لحظة أو أخرى؟ نعم، يعني بداية يجب في البداية أن نفرق ما بين الإجلاء والمطالبات التي تطالبها وزارات الخارجية لرعاياها بالمغادرة. حتى الآن لم تعلن عن أي خطة من قبل أي دولة بإجلاء رعاياها من الأراضي اللبنانية، ولكن كل الدول التي بدأت في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الاحترازية وأطلقت نداءات لرعاياها بمغادرة الأراضي اللبنانية، وذلك من خلال حجز يعني رحلات سفر عبر الرحلات التجارية الموجودة من وإلى العاصمة اللبنانية بيروت، تتخذ بعض الإجراءات وتقول أن لديها خطط طوارئ ستعمل عليها إذا ما تطلب الأمر لإجلاء رعاياها. هذه المؤشرات والتي تضاف إلى حالة التصعيد الموجودة بالمنطقة والتي تخص الجانب اللبناني على وجه الخصوص، نتحدث بأنها ألقت بظلالها داخل العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك في ظل ما بدأ يتخذه المواطن اللبناني من بعض التدابير الاحترازية، سواء كانت من الأمور المعيشية كتنقلات من العاصمة اللبنانية بيروت إلى الضواحي والجبال الموجودة في بيروت. فأيضا هناك حركة تنقلات بدأت هنا في العاصمة اللبنانية بيروت من تنقل سكن لبعض المواطنين الذين بدأوا يتخذوا بعض الإجراءات بإيجار بعض البنايات السكنية في الجبال وفي المناطق الواقعة بالقرب من بيروت أو خارج العاصمة اللبنانية بيروت. هذا في ظل حالات التصعيد التي تفرض الآن على الأراضي اللبنانية. نتحدث عن أن هناك عديد من الدول ربما وصلت إلى حوالي 11 دولة أعلنت عن مطالبة رعاياها بضرورة الخروج من الأراضي اللبنانية، بالإضافة أيضا إلى حوالي 9 شركات عالمية للنقل الجوي أعلنت عن تعليق رحلاتها من وإلى العاصمة اللبنانية بيروت. أيضا هناك بعض الإجراءات الاحترازية التي تؤشر على خطورة الموقف أو يعني ربما تأزم الموقف في الأيام القادمة، وهو ما تتخذه الدولة هنا في لبنان من إجراءات لجهوزية تامة في القطاع الصحي، حيث تسلمت اليوم وزارة الصحة في لبنان يعني حوالي كميات من المستلزمات الطبية المجهزة لمعالجة الحروق تصل إلى حوالي 32 طن من المنظمة العالمية للصحة، في إجراء يعبر عن استعدادات وجاهزية وزارة الصحة هنا، وربما يعني إرادة ومنظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي بتزويد لبنان بعديد من المستلزمات خلال الفترة القادمة، وذلك تحسبا وخشية تصاعد الأحداث سواء كانت في الجنوب اللبناني أو في العمق اللبناني داخل العاصمة اللبنانية بيروت. مصطفى، الاستهدافان اللذان تما في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت كانا للشيخ صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، ومن بعد ذلك للقائد في حزب الله فؤاد شكر. لكن ما يفترض أن أفق التنسيق أو أفق التصعيد على المستوى الجغرافي بين حزب الله وإسرائيل في النطاق الجنوبي للبنان الشمالي لإسرائيل، لماذا تبدو الهواجس كبيرة حسب ما تقول في قلب العاصمة اللبنانية بيروت؟ نعم، يعني نحن نتحدث عن حادثتين يعني تم خلال ما يقرب أو في مسافة زمنية تصل إلى حوالي 7 أشهر من يناير الماضي، عندما تم استهداف القيادي صالح العروري وفؤاد شكر في الأسبوع الماضي، هناك 7 أشهر تقريبا. هذا الاستهداف تم في المنطقة في الضاحية الجنوبية عفوا من العاصمة اللبنانية بيروت، وهذه الضاحية المعروف بتمركز عدد كبير من أنصار حزب الله في هذه المنطقة، وربما هي التي تعد معقل لحزب الله في العاصمة بيروت. هذا التخوف وارد لدى المواطن اللبناني على أي حال، لأن الاستهدافات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي أو الاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي دائما ومنذ بداية حرب العام 2006 وحتى الآن هي اعتداءات لتلك المنطقة، وربما تطال بعض المناطق الأخرى التي يتأثر بها المدنيون هنا في العاصمة بيروت، نظرا يعني حالات الاستهداف وحالات الاعتداءات التي تقوم بها طائرات قوات الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة بيروت، ربما تحدث بعض الإصابات الأخرى لدى المدنيين، وهناك تخوف من أن يكون هناك استهداف في مطار بيروت التي أعلنت الدولة هنا عن أنها تريد وعد من الولايات المتحدة الأمريكية بتحييد العاصمة بيروت وتحديدا مطار بيروت الدولي من أي اعتداء سيحدث خلال الفترة القادمة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. لذلك فالتخوف موجود من قبل المواطن اللبناني إذا ما تم استهداف العاصمة بأنه ربما بعض الهجمات التي تتم على الأماكن التي تتمركز بها
يعني جماعات تابعة لحزب الله من أن تطال هذه الهجمات العسكرية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أي منشآت حيوية ومدنية أخرى للمدنيين في العاصمة بيروت. شكرا جزيلا لك مصطفى عبد الفتاح مراسلنا على الهواء مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت.